متابعينا الأوفياء، مرحبا بكم في محل جلالة الديكور. ومن حبيبة خالتي العزيزة خالتي مدام جادتي الحنونة عمدة، الأناقة. الفيديو تاع اليوم وفرنا في أناقة جديدة رائعة لكي أخي العروس. كما راكي تشوفي جبنا كسل هايلين بزاف، خلاص عندنا فيهم تروا موديل هايلين، الله يبارك ما شاء الله. نشوفوا كل وحدة ونشوفوا الأناقة اللي فيها. نبدأ على بركة الله بتاع الأطفال. الأطفال كما راكم تشوفوا هذه فيها تروا بياس أناقة جديدة. شوفي كيفاش متحوفة من فيني، الله يبارك ما شاء الله، صنع جزائري 100%، ولكنها تحفة. هاديك ربي يبارك ما شاء الله. شوفي يا امي الحبيبه، عندك هذه هكذا وعندك هذه هكذا. هذه السعر تاعها 655 الف، هذه 655. عندك هذه ها كيفاش دايره، شكل واحد اخر، موتيف واحد اخرى، هذه هكذا. وكاين هنا واحد الارنوبه لهنا هكذا، موتيف واحد اخرى. يعني الله يبارك ما شاء الله، لي كولار ثاني متناسقين ما شاء الله، مش لي كولار صامتين هذوك الباشعين، هذه كولار الله يبارك ما شاء الله. هذه سعر تاعها 655 بالنسبه للاطفال. ونروحوا لك اختي العروس، كما راكي تشوفي سله 3 بياس هايله بزاف، خلاص فيها هذه الصغيره وفيها المتوسطه يعني لكل حد، وفيها هذه الحجم الكبير، سله تاع قش الله يبارك ما شاء الله. شوفي يا ام العزيزه، شوفي يا اختي العروس، شوفي يا عمتي الانيقه، هذيك لي كولير كيما راكي تشوفي. عندك هذه في الروز، وعندك هذه هكذا جايه ما بين الروز والجري، وعندك هذه في اللون الفير الانيق الجميل الرائع. شوفي هذه داروا لها حله جديده، نجدتها اناقه يعني الله يبارك ما شاء الله. هذيك 3 بياس كاين، هذه سعرها 850 الف هكذا، وعندك هذه 795، جايه سامبل ما فيهاش لي تريك هذو، ها يعني الحلة أخرى حتى هي الله يبارك ما شاء الله، مش بمعنى أن ما فيهاش لي تريك هذوك مش مليحة. باهية لي كولار تاعها أنيقة متناسقة مع لي كولار الباج هذا، ربي يبارك ما شاء الله. عندك هذه وعندك هذه الكري، الله يبارك ما شاء الله، لي كولار كامل ما شاء الله. هذه قلنا 795 وهذه 850 اللي فيها لي تريك هذو، يعني شكل جديد حلة جديدة أختي العروس. هذه في الكاليتي المليحة والسعر المليح. نزيدو نشوفو الأناقة، هذه تجي 3 بياس. شوفو لي كولارة، عندك هذه ها كيفاش تجي 3 بياس هكذا، وعندك فيها الروز، وعندك فيها النوار، وعندك فيها البيضة هكذا، فيها 4 كولار هكذا وهكذا، وكاينه هذه هكذا والكري. هذه يا امي الحبيبه الساعه تاعها 360، تحطي فيها كيما نقول الروائح الشامبو المناشف، واش بغيتي تحطي فيها تحطي فيها، داك الابداع. حابه تحطي فيها حتى المقرقشه، لك حريه الاختيار امي الحبيبه. كيما شتي سلعه اليوم مش كل يوم، وسيرتو لك اختي العروس، حوايج هايلين بزاف ما شاء الله. امي الحبيبه الغاليه كيما كنتي شتي جديد اليوم، ما عليا نقول لك شكرا لحسن المتابعه، انتظرونا بجديد اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.